كمان اليوم استابع آلان نصار رح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن محمد هاني الظهير الأيمن للفريق اشتكى من إجهاد عضلي خلال مباراة أنفي واللي أقيمت امبارح يوم الثلاثاء على استاد بتروسبورت. دي كانت مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ13 في بطولة الدوري العام. أكد مدير الكرة في النادي الأهلي أن محمد هاني سليم من الناحية الطبية، لكن هو اشتكى بس من إجهاد عضلي وفضل الجهاز الفني أنه يستبدله عشان يطمن عليه بشكل أكبر، وأكد برضو جاهزيته لمواجهة حرس الحدود اللي جاية إن شاء الله يوم الجمعة.